القدس الإله الواحد أمين. تحل نعمته ورحمته وبركته إلى أبد الأبدين وإلى دهر الدهرين كلها أمين. بنتابع الردود على الشبهات حول الكتاب المقدس وما زلنا في سفر العدد. والنهاردة بنعمة ربنا هنرد على الشبهات حول قصة بلعام ابن بعور اللي هي القصة المذكورة في سفر العدد اللي هو تقابل مع شعب بني إسرائيل هو بلاق. والقصة طبعا هنلاقيها في سفر العدد من الأصحاح اثنين وعشرين إلى آخر الأصحاحات في سفر العدد لأنها قصة فيها أكثر من حاجة. أول شيء البعض حاول يقتطع أقوال من كلام بلعام ويجيب حاجات تانية من الكتاب المقدس ويقول لك هذا شوف الكتاب المقدس بيقول إيه. على سبيل بس المثال أنا هرجع أتكلم مين هو بلعام. ما هو موجود في سفر العدد اللي هو أصحاح 23 وعدد 19: ليس الله إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفعل. فخد الجزء الأولاني الله ليس إنسان، وبعدين قال لك إزاي هو مش إنسان ويجي في آخر الزمان ويتجسد ويبقى إنسان، وزي ما هو موجود مثلا في إنجيل معلمنا يوحنا أصحاح 8 وعدد 40 المسيح بيقول لهم تريدون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالذي سمعه من الله. فلك هشوف بيقول إنه مش إنسان إن هو إنسان، وهناك ده بيقول لك إن الله ليس إنسان. وسبب بقية الجزئية أنا هتكلم على كل حاجة وهرد على كل حاجة. أول شيء هذه العبارة اللي هي موجودة أو الآية اللي موجودة في سفر العدد 23 من عدد 19 لا تنفي إمكانية تجسد الله، لكن ما يعنيه هنا الوحي الإلهي إن الله مش زينا يقول حاجة ويرجع فيها أو يتراجع فيها أو يقول حاجة ويوعد بشيء وما ينفذهوش. ده مقصود الآية، عشان كده بيقول ولا ابن آدم فيندم هل يقول ولا يفي أو هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي. دي الجزء اللي هو ذكره الكتاب المقدس، دي أول جزء. الجزء الثانية إن هذا الكلام قاله بلعام ابن بعور. وبلعام ابن بعور اختلفت آراء الكتاب وآراء الآباء، يعني سواء الكتاب بتوع أو المفسرين في العهد القديم أو الآباء في العهد الجديد. البعض اعتبره نبي على أساس إن هو من زي مثلا ملك صادق ملك سليم اللي هو ده كان أممي ولكن كان كاهن الله العلي. البعض الثاني قال لك وفي كمان ناس كتير، وأنا اتكلمت لما اتكلمت في سفر التكوين اتكلمت إني مش بس بني إسرائيل هم كانوا بيعبدوا الله، لا في شعوب تانية عرفوا الله أو تمسكوا بمعرفة الله وعبادة الله منذ أبونا نوح ما بعد الطوفان واستمروا في عبادة الله. دي جزئية. الجزئية الثانية البعض قال إن هو بلعام الحقيقة ما كانش نبي بمعنى كلمة نبي، لكن كان عراف اللي هم بيتصلوا لهم اتصال مع الشيطان، ورغم ان هو عراف واتصال مع الشيطان لكن ما قدرش ينكر اللي شايفه لان الله فتح عن عينيه ورأى حاجات هنشوفها دلوقتي. فدي الجزئية الثانية اذا خدته على ان هو نبي فليس معنى هذا كلامه انه بينفي ان الله يستحيل ان يتجسد. إذا خدت على أنه هو عراف واخد بالك فالكلام طبعا واضح أوي يعني مش محتاج أي تعليق، لكن رغم كده هشوف كلام الناس دول.
هنا بيقول ان ليس الله انسان فيكذب ولا ابن ادم فيندم هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا يفي. فهنا بينفي عن الله مش صفه ان هو انسان، صفه معينه في الانسان. دي الحقيقه من الحاجات الاستعارات او يسموها المحاسنات البديعيه في الكلام، المحاسنات البديعيه في الكلام في سموها استعاره متنيه واستعاره تصريحيه والحاجات بتاعت الادب والبلاغه في اللغه. فهنا بينفي عن الله ان هو يكون زي الانسان في عدم الوفاء او يقول حاجه وما يعملهاش، يعني مش قد الحاجه اللي بيقولها. فهنا بينفي عن الله هذه الصفتين، لكن ما قالش ان هو الله يستحيل ان يتجسد، لان هنشوف بعد كده كمان ان نفس بلعام ده اتكلم بعد كده وشاف الله او تكلم عن نبوات عن التجسد الالهي. دي بس حاجه بس عشان نقدر نشوفها، نشوف الكلام ده بالتفصيل. الحته الثانيه، هل الله ولا ابن انسان فيندم؟ فبيقول هنا يعني الله ما بيندمش، فازاي مذكور ان في الكتاب المقدس على سبيل المثال في مواضع ذكر فيها ان الله بيندم او ندم عن الشر الذي اراد ان يصنعه بشعب ولم يفعله، وحاجات من هذا القبيل. انا في كل جزئيه وفي كل موقف انا بجاوب على كل تساؤلاتهم، زي ما احنا اتكلمنا على الجزئيه دي في سفر التكوين لما اتكلمت على ان الله فندم الله وتاسف في قلبه انه صنع الانسان. هنا الله كاب، الله كاله رحوم حنون، عندما خلق الانسان واوجد الانسان اراد ان يتمتع الانسان بكل الحاجات الحلوه اللي الله صنعها ليه، الكون بجماله والتمتع بعشره الله والتمتع بمعيه الله، لكن الانسان اراد ان يفصل نفسه عن هذا الاله وان هو يعمل لنفسه سكه ثانيه بعيد عن ربنا، فهنا لم يحقق الهدف الذي من اجله صنع الله الانسان. فالله اب، واب حنين واب طيب واب ذو مشاعر رقيقه، ليس مشاعر متحجره وما هواش حنين ولا عطوف على الانسان، بدليل على سبيل المثال شاول اللي هو كان بيضطهد الكنيسة عندما رجع وتاب وتقابل معه الله وتغير شاول وأصبح كارز عظيم للمسيحية اللي هو بولس الرسول، ومات بولس الرسول من أجل المسيح. فالله يتأنى على الإنسان، ممكن بنشوف تأنيات الله على حتى الشرير والشر الذي كسر في هذا العالم لكي ما يتوب الإنسان ويركع عن الله، لعله يغير الخطة اللي هو الإنسان داخل فيها. خطة الله للإنسان، الله يريد أن جميع الناس يخلصون وعلى معرفة الحق يقبلون، دي الخطة الإلهية. الإنسان بيفصل نفسه أحيانا كثيرة عن هذه الخطة الإلهية ليباعد ويروح في ناحية تانية. فهنا كلام بلعام بن بعور، البعض اعتبره نبي الله والبعض اعتبره ان هو عراف، بدا يشتهي الشر لانه حب ان ياخذ عطايا. ليه بالعام قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام لان هو عارف ان الله يعني وعد بني اسرائيل بانه يعطيهم هذه الارض، وعد بني اسرائيل انه ما يعطيهم هذه الامور، فقال ان هو مش زي الانسان هيندم ان مش يعطيهم هذه الارض، لا هو هيعطيهم الارض ويعطيهم كل ما وعدتهم به، لكن عشان نغير نخلى الله ما يحقق لهمش اللي عايزينه، نخلي بني اسرائيل من ناحيتهم ما يمشوش في وصاياه، لان كان التحقيق الغايه من الارض اللي هياخدوها او الهدف من الارض اللي هياخدوها هم عليهم جانب، هذا الجانب ان هم يمشوا ويسلكوا في وصايا الله، فازاي ان احنا نخليهم يقعوا ضد الوصيه. وطبعا اللي هو الكلام اللي قاله الكتاب المقدس ان هو القى معصره لبني اسرائيل، اللي هو لما اشار على بلاق ان هو يبعت
سيدات لكي ما يزنوا بني إسرائيل ويقعوا في الخطية، وبالتالي يرجع بني إسرائيل عن عبادة الله. فالله اللي هو قال لهم أنا هكون معاكم لو صرتم معايا، هم سابوه، يبقى الله ممكن هنا يهلكهم ويصنع معاهم يعني حسب عمل إيديهم وحسب شر أقوالهم. ليه عمل كده بالعام؟ بالعام عمل كده أنه بدأ يشتهي، بدأ شهوته للشر زادت لما شاف الهدايا اللي بلاق حب اديها له. طبعا اعطيه عطايا من ذهب، وطبعا بلاق ده كان ملك مؤاب الذي كان سمع عن انتصارات شعب اسرائيل، وعمل الله المعجزه معاهم في عبورهم البحر الاحمر، وفي القصص اللي هي كما يعني حصلت معاهم في بعد كده في صحراء سيناء او في رحله الخروج بتاعتهم الى ارض المعاد. فسمع عن عمل الله المعجزه معاهم، وان هو يريد ان يدمر، هو بلعام حب يدمر شعب بني اسرائيل، ولكن الله وعد الشعب بالبركه، فوعد بلعام، وعد بلعام طبعا اللي هو بلاق هيديله فلوس كتيره وذهب وحاجات ورشاوي كتيره، اغرد بلعام لكي يلعن الشعب ظنا انه بهذا يستطيع ان يغلب اسرائيل. هو فاكر عشان عنده الحكايه العرافه دي، لان قال كده جاء بلاق ومعه حلوان العرافه في يديه، يعني جاي وجايب له حاجات اللي هو بيعرف بيها تهدي لك الهدايا يعني. فهو حب طبعا عايز ياخد الحاجات دي. لما بدا يشوف الرؤى وبدا يشوف البركات التي اعدها الله لبني اسرائيل، بدأ هو يغير خطته، هو ازاي نخلي الشعب ده يقع في الخطية. فطلب بلاق من بلعام ان هو يلعن الشعب، ظن منه ان هو من بلعام يلعن الشعب يبقى ربنا هيوافق على كلام بلعام. الله فعشان كده قال كده ان الله يريد ان لما يلعن الشعب و باسم بلعام يبقى كده الله طبعا هيلعن هذا الشعب على لسان بلعام، فالله هنا مش هيكذب على لسان بلعام. يعني هو الفكره ان لما تلعن الشعب وتتكلم عليه بكلام لعنه، فالله اللي اتكلم على لسانك ده فكر بلاق هيلعنه، الله هيلعنه. فبيقول كده فوافى الرب بلعام وضع كلاما في فمه وقال ارجع لبلاق وتكلم هكذا. لأن قبلها فقال بلاق لبلعام ماذا فعلت بي لتشتم أعدائي؟ أخذتك وهوذا أنت قد بركتهم. يعني قال له أنا جبتك، إن عملت معك إيه؟ عشان ده جابك عشان تعلنهم فتباركهم. فأجاب وقال أما الذي يضعه الرب في فمي أحترس أن أتكلم به. قال له أنا هحط ربنا على لساني هتكلم معك فيه. فقال له بلعام بلاق هلم معي إلى مكان آخر نراه منهم. إن هو في أصحاح 23 الحقيقة في بداية القصة، يعني قصة مشوقة، أنا هقرأ لكم الجزئية دي ونرجع نفسر التفسير. فقال بلاق بالعام لبلاق ابن لي هنا سبعة مذابح وهي لي سبعة تيران وسبعة كباش. فعل بلاق المتكلم بالعام وأصعد بلاق بالعام طور وكبش على كل مذبح. فقال بالعام لبلاق قف عند محرقتك فانطلق انا لعل الرب يوافي للقائي فمهما اراني اخبرك به. ثم انطلق الى رابية فوافى الله بالعام فقال له قد رتبت سبعة مذابح وصعدت طورا وكبشا على كل مذبح. فوضع الرب كلاما في فم بالعام وقال ارجع الى بلاق وتكلم هكذا. فرجع اليه واذ هو واقف عند محرقته هو جميع رؤساء مؤاب. فنطق بمثله وقال من أرام أتى بي بلاق ملك مؤاب من جبال المشرق، تعال إلعن لي يعقوب وهلم أشتم إسرائيل. كيف ألعن من لم يلعنه الله؟ وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ إني من رأس الصخور أراه ومن الأكام أبصره،
هوذا شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحصى. من أحصى تراب يعقوب وريع إسرائيل بعدد، لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرتهم. فهنا قال له إزاي هلعن من باركه الله؟ فبلاق زعل، فقال بلاق لبلعام: ماذا فعلت بي لتشتم أعدائي؟ أخذتك وهذا أنت قد باركتهم. فأجاب وقال: أما الذي يضعه الرب في فمي أحترز أن أتكلم به. فقال له بلاق: هل هو معي لمكان آخر غير المكان؟ يمكن جايز لما تغير المكان وتشوف في مكان تاني يمكن يعني ربنا يغير رأيه، يعني ده في ذهني يعني. هو ده رد، كان رد بلعام على بلاق. تاني الحتة دي: فقال بلاق لبلعام: ماذا فعلت بي لتشتم أعدائي؟ أخذتك وهوذا أنت قد باركتهم. فأجاب وقال: أما الذي يضعه الرب في فمي أحترس أن أتكلم به. فقال له بلاق: هل هم معي لمكان آخر تراه منه؟ إنما ترى أقصاه فقط وكله لا ترى، فلعنه لي من هناك. فأخذه إلى حقل صوفيم إلى رأس الفسجة، وبنى 7 مذابح وأصعد ثورا وكبشا على كل مذبح. فقال لبلاق: قف هنا عند محرقتك وأنا أوافي هناك. فوافى رب بلعام ووضع كلاما في فمه وقال: ارجع إلى بلاق وتكلم هكذا. فأتى إليه وإذ هو واقفا عند محرقته ورؤساء مؤاب معه. فقال له بلاق: ماذا تكلم به الرب؟ فنطق بمثله وقال، نفس الكلام اللي هو ربنا ادهوله يعني، وقال: قم يا بلاق واسمع، اصغي إلي يا ابن صفور. ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي. اللي هو البركة اللي برك بها الله يعقوب قبل كده اللي هي في عدد 8 أصحاح 23 8: كيف ألعن من لم يلعنه الله وكيف أشتم من لم يشتمه الرب؟ فرجع له هو ربنا مش غير كلامه، هل الله ليس الله إنسان فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي. ده الكلام اللي هو حط الله على فم بلعام. لا ينفي هنا ان الله امكانيه عدم التجسد او ان هو ياخذ جسد انسان، لكن ينفي ان الله يغير كلامه طالما الانسان امين في تنفيذ الوعد. فالله امين كده، قال كده ان الله امين وعادل كده، والله لا يغير وعوده الصادقه اللي وعد بيها: انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ده وعد الله طالما احنا بنعبده بامانه وماشيين معاه باستقامه القلب وبننفذ الوصيه لا يترك اولاده. اني قد امرت ان ابارك فانه قد بارك فلا ارده. لم يبصر اسما في يعقوب ولا راى تعبا في اسرائيل. الرب اله معه وهتاف ملك فيه. الا اخرجه من مصر له مثل سرعه الريم، الرئيم اللي هو ابن الغزال يعني. إنه ليس عيافة على يعقوب ولا عرافة على إسرائيل. هنا عشان كده يمكن البعض خد إن هو بالعام ده كان يعني ما هواش نبي لكن هو عراف يعني، أيا كان عراف أو نبي لكن الله أنطق على لسانه بالحق. الله أخرجه من مصر له مثل، مرة تانية اتكلم على يعقوب، الله اخرجه من مصر لهم مثل سرعه الريم. انه ليس عيافه على يعقوب ولا عرافه على اسرائيل. في الوقت يقال عن يعقوب وعن اسرائيل ما فعل الله: وذا شعب يقوم كلبؤه ويرتفع كالاسد، لا ينام حتى ياكل فريسه ويشرب دم قتله. فبعد كده بيتكلم بقيه القصه بلاق مع بلعام. فهنا اللي حصل بعديها اني بلاق طلب من بلعام ان هو يغير كلامه، فقال لا، هو انا حتى انا لو غيرت كلامه ربنا ما بيغيرش كلامه زينا، ما هوش زينا. الله ليس انسان كاذب يغير فكره ووعوده عن شعب اسرائيل. وبعد ان وعد الله الشعب انهم انه هيسير معاهم ويكون معاهم، الله لن يتركهم. الحقيقه القصه بتاعت بلعام الحاجات المحزنه ان هو حب المال وحب الحاجات الذهب والحاجات اللي هو بلاط حب يديها له. فطبعا هو
عارف ان الله قدوس وعادل، فقال طبعا عشان الله يغير رايه او مش يغير رايه نخلى الله الانسان امين مع الله فالله امين معاه، او الله امين مع الانسان في وعوده طالما الانسان حافظ هذه الوعود. طيب ازاي نخلى الله يغضب على الشعب بتاعه؟ نخلي الشعب يغير ما يسلكش في الوصيه، فما يسلكش في الوصيه اللي يحمي غضب عليهم ويبتدي الله يعاقبهم. هو عارف هذه الجزئيه، عشان كده يمكن الكتاب المقدس اشار الى قصه بلعام ابن باعور لما اتكلم على الناس اللي في الايام الاخيره. في رسالة يهوذا وطبعا رسالة بطرس الرسول الثانية بيتكلم على الناس اللي في الأيام الأخيرة، فبيقول لنا الكتاب المقدس في رسالة يهوذا: يا الأحباء إذ كنت أصنع كل الجهد أتكلم إليكم عن الخلاص المشترك اضطررت أن أكتب إليكم وعظة تهب لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين، لأنه دخل خلص أناس قد كتبوا منذ القديم لهذه الديونة فجار يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة وينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح. بيتكلم على الناس اللي دخلوا عشان يغيروا عمل النعمة في الإنسان، هم ما يسلكوش حسب النعمة، يمسكوا حسب شهوات أجسادهم. فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضا الذين لم يؤمنوا، والملائكة الذين لم يحفظوا رئاستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. كما أن سدوم وعمورة والمدن التي حولها اتزنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جعلت عبرة مكابلة عقاب نار أبدية. كذلك ولكن كذلك أيضا هؤلاء المحتلمون نجسون الجسد ويتهون بالسيادة ويفترون على ذوي الأملاك. أما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يكسر أن يورد حكم افتراء بل قال يهتهلك الرب، ولكن هؤلاء يفترون على ما لا يعلمون. وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيوانات غير الناطقة ففي ذلك يفسدون، وإن لهم لأنهم سلكوا طريق قايين وانصبوا إلى ضلالة بلعام. إيه هي ضلالة بلعام؟ هكذا ضلالة بلعام لأجل أجرة. انصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة. وطبعا هنلاقي في رسالة بطرس الثانية أصحاح 2 ومن أصحاح 3 بيتكلم برضو على بلعام. في رسالة بطرس الرسول الثانية أصحاح 2 ومن عدد 10 لحد 13: حيث ملائكة وهم أعظم قوة وقدرة لا يقدمون عليهم لدى الرب حكم افتراء، أما هؤلاء اللي هم الناس اللي هم بيحاولوا يغيروا وصية ربنا وبالتالي العمل النعمة في حياتهم يغيروه ويسلكوا بجحود ويسلكوا في تكبر ويسلكوا في عناد قلب عشان الله يترك الشعب، بيتكلم عنه: فكحيوانات غير ناطقه طبيعيه مولوده للصيد والهلاك يفترون على ما يجهلون فسيهلكون في فسادهم اخذين اجره الاثم اجره الخطيه، الذين يحسبون تنعم يوم لذه ادناس وعيوب يتنعمون في غرورهم صانعين ولائم معكم لهم عيون مملوءة فسقا لا تكف عن الخطية خادعين النفوس غير الثابتة لهم قلب متدرب في الطمع أولاد اللعنة قد تركوا الطريق المستقيم فضلوا تابعين طريق بلعام ابن باسور الذي أحب أجرة الاسم ولكنه حصل على توبيخ تعدي إذ منع حماقة النبي حمار أعدم ناطق بصوت إنسان. ممكن هنا البعض اعتبر ان بلعام يعني هو نبي لما الحمار اتكلم وحب يرجعه، يعني هؤلاء هم ابار بلماء غيوم يسوقها النور. وبعد كده بيكمل الكتاب المقدس رساله بطرس الرسول الثانيه اصحاح 2 ومن عدد 11 الى عدد 17.
ونفس الكلام ده ذكره الكتاب في رسالة يهوذا عدد 11، تعرفون رسالة يهوذا أصح واحد بس. فهنا بالعام طمع في الذهب والفضة والحاجات الهدايا اللي بلاق حب يديها له، فحب يقول له طبعا ربنا عشان يلعن الشعب ده ازاي خليهم يقعوا في الخطية. طبعا القصة المشهورة ان هو بعد يعني خلى ستات تروح تعمل معاهم الخطية والزنا، وسقط في ذلك اليوم الله اهلك في يوم واحد بس 23,000، لكن اللي هلكوا في 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 الوباء اللي حصل كانوا 24,000. يعني الكتاب المقدس ذكر بس في يوم واحد سقط من في الوباء 23,000 اللي هو موجودة في رسالة كورنثوس الأولى صح 10. ولكن التعداد الإجمالي للعدد كانوا 24,000 اللي هي موجودة في سفر العدد صح 25 عدد 9. في كورنثوس الثانية كورنثوس الأولى صح الساعة 10 بيتكلم على ان في يوم واحد بس. كورنثوس الأولى الساعة 10 آية 8 بيتكلم ان بس سقط في يوم واحد 23,000 اللي ماتوا في الوباء بسبب انهم وقعوا في خطية الزنا. لكن كان الإجمالي كل اللي وقعوا في 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 كل الأيام 24,000. يعني هنا كان الله غضب على عليهم لأنهم سقطوا في الخطية وقعوا في الخطية. أجرة الخطية موت، أجرة الخطية موت. الله محبة صحيح، لكن الله نار آكلة. ساعات البعض بيحاول يعني ياخد جزئية وينسى بيه. الله قدوس يكره الخطية ويكره الشر. في سفر الخروج، سفر الخروج أصحاح 32 وسفر سفر العدد، الله موسى بيتكلم مع الله. يمكن لما حصل إن الإنسان بيحفظ وصية الله، فبالتالي الوقوع في الخطية، الخطية في حد ذاتها بتحمل هلاك. الخطية في حد ذاتها بتحمل هلاك وتحمل عقاب أيضا. البعض ساعات بيفتكر أن عقاب الله هو ده، لا ده أحيانا نفس الخطية لأن بعد عن الله. فالبعد عن الله هو في حد ذاته هلاك الإنسان. أرجع تاني أكرر اللي قاله بالعام في أصحاح 23 أن هنا بينفي عن الله صفة في الإنسان اللي هي صفة إن هو يقول حاجة وما يعملهاش أو يوعد بحاجة وما يوفيش بيها، لكن لم ينفي عن الله صفة إن هو سيتجسد أو هو يصير إنسان. فالله هنا لا يندم فيغير رأيه، بمعنى إن هو شادي أو لا، الإنسان هو اللي بينقل نفسه من شريحة معينة لشريحة أخرى. شريحة الوصية هي شريحة نور، شريحة الخطية هي شريحة ظلام وشريحة هلاك. عندما ينتقل الإنسان من عدم تنفيذ الوصية إلى مخالفة الوصية وإلى الإنسان يسير حسب شهوات قلبه، يوحنا في الخطية التي تحمل عقاب في حد ذاتها وتحمل تدمير للإنسان لأن بعد عن الله. أجرة الخطية موت، يوم أن تأكل من هذه الشجرة موتا تموت. ممكن موسى في سفر الخروج أصحاح 32 تكلم لربنا لما الله وعى الشعب في الخطية وبدأت الخطية يعني في تحمل في ذاتها عقاب، فقالوا يا رب لا يا رب، يعني عشان يعني حتى لو احنا اخطأنا وغلطنا واحنا عملنا الشر، لكن انت يا رب تقدر ترفع عننا كل هذه الامور. فبيقول فتضرع موسى امام الرب اله وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي اخرجته من ارض مصر بقوه عظيمه ويد شديده
لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبز ليقتلهم في الجبال ويفنيهم على وجه الأرض؟ ارجع عن حموه غضبك واندم على الشر لشعبك. اذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب، اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم اكسر مثلكم كنجوم السماء واعطي مثلكم كل هذه الارض التي تكلمت عنها فيملكونها الى الابد. فندم الرب على الشر الذي قال ان يفعله بشعبه. دي عدد 14 في الحقوق. هي نفس الكلام اللي هنا يمكن اللي قاله بالعام. فهنا ندم عن الشر بمعنى ايه؟ ان بعد الانسان وقع تحت عقوبه الخطيه وحتى نفس ده اللي عمله الله لما جه في وتجسد واخذ جسد انسان ليرفع عقوبه الخطيه عن الانسان ويموت ذبيحه من اجل الانسان ويبدل الانسان ويخلص الانسان. فهنا الندم مش معناه ان هو ان الله بيغير رايه، لا، الانسان هنا لما يطلب من الله الله بيترأف عليه ويتحنن عليه. في سفر القضاء مثلا الصح 2 على 18، وحينما اقام الرب لهم قضاء كان الرب مع القاضي وخلصهم من يد اعدائهم كل ايام القاضي، لان الرب ندم من اجل انينهم بسبب مضايقيهم وراحمهم. فهنا كاب، كهنا كاب بيرى انينه الشعب وانين الناس بيخلصهم، فلا يدعهم يحتملون التأديب لأنهم وقعوا في الخطية. إن سميه في الخطية بيقع في تأديب، لأن الخطية نفسها بتحمل تأديب وتحمل عقاب. عندما تدخل الله فلا يخفف عن الإنسان ويرفع عن الإنسان كأب حنون مش كإنسان سالي. فهنا طبعا الكلام اللي قاله بالعام لا ينفي إمكانية تجسد الله، ولكن نفى أن الله يكذب أو يندم لما ويندم حاجات يقوده للكذب وتغيير وعوده. بلعام نفسه في بعد كده شرح ما يقصد قصده في الكلام، زي ما انا قلت هل يقول ولا يفعل او يتكلم ولا في، فهو هنا بيأكد على امانة الله. فالامر كله انه يقول ان الله ليس مثل الانسان الكاذب، ولا يوجد انكار هنا ان الله لا يمكن يتجسد، لأن بصريح العبارة في نفس السفر العدد بالعام بيتكلم على الله اللي هو متجسد، الله المتجسد في نبوة بالعام بيقول لنا كده أراه وليس الآن، أبصره وليس بعيد، يخرج في أصحاح 24، في أصحاح 24 ومن عدد 17. ثم نطق بمثله وقال وحي بلعام بن بسور، وحي الرجل المفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، الذي يرى رؤى القدير ساقطا وهو مكشوف العينين. أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. كان نبوه عن السيد المسيح، أراه يعني هتحقق بس مش الآن مش دلوقتي، أبصره ولكن ليس قريبا، مش الوقت الحالي أو الوقت القريب ده. يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل، من نسل يعقوب من إسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى، بني الوغى بني الشر والخطية، ويكون أدوم ميراسا ويكون سعير أعدائه ميراسا، ويصنع الرب بأس تسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة. دي طبعا نبوة عن التجسد، نبوة عن التجسد.
الكتاب المقدس فيه نبوات كثيرة عن التجسد، لكن بس هنا بس حابب أشير إلى حاجة. هل الله يفعل الشر؟ لا. هل الله عندما تجسد كان يفعل الشر؟ لا. فهنا لما بيتكلم بالعام إن الله لا يفعل الشر، ما هوش زي الإنسان الشرير أو الكذاب، طبعا واضح قوي قوي في الكتاب المقدس، في على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، في كورنثوس الثانية 5:21: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. جعل الذي لم يعرف خطية خطية، يعني ذبيحة خطية، يعني لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. كورنثوس الأولى 5:21، عبرانيين 4:15: لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. هنا برضه بينفي عن الله أنه عمل خطية. رسالة العبرانيين كمان أصح 7:26: لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. رسالة بطرس الأولى 2:22: الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر. ونفس سيد المسيح له المد لما اتكلم مع اليهود، قال لهم: من منكم يبكتني على خطية؟ واتكلم ان هو حفظ، بيتكلم لنا احنا، اتكلم للتلاميذ، اتكلم لنا كلنا في يوحنا 15:10: ان حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما اني انا قد حفظت وصايا ابي واثبت في محبته ولما حصل حوار بينه وبين اليهود في انجيل معلمنا متى 9:8، بيقول لهم كده: من منكم يبكتني على خطيه؟ لسام على 46: فان كنت اقول الحق فلماذا لستم تؤمنون بي؟ فطبعا هنا نفس الكلام اللي هو قاله بلعام، ان هو الله ليس انسان فيكذب، انا مش بيكذب. الله هنا في تجسده، هنا لا ينفع عن الله التجسد، لكن ينفع عن الله الكذب. الله ليس مثل الانسان الكاذب. فهنا الله المسيح، الله الظاهر في الجسد بالاجماع عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، تراءى للملائكه، كرز به بين الامم، امنا به بين الامم، رفع في المجد. ف الانشوده الرائعه اللي ذكرها لنا الكتاب المقدس في العهد الجديد، ان الله ظهر في الجسد، لم يفعل خطيه، لم يوجد في فمه غش، صار اخذ جسدنا، اخذ طبيعتنا، لكن صار بكمال غير عادي، وكمال غير يعني الانسان يشتهي الانسان يسلك في هذا الكمال. في بلعام نفسه قال كده الحقيقه: لم يبصر اسما في يعقوب ولا رأى تعبا في اسرائيل، رب اله معه وهتاف ملك فيه. لما اتكلم على النبوات اللي هو لما طلع يشوف على النبوات اللي شافها على التجسد الالهي بحسب ما قاله بلعام. الكلام اللي انا قلته لكم في سفر العدد اصحاح 24. في الكتاب المقدس بيتكلم على ان طبعا اراه وليس ولكن ليس الان، ابصره ولكن ليس قريب، يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من اسرائيل، فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى، اللي هو في اصحاح 24 وعدد 21 على 17 اللي قلت لكم من شويه. هنا بيتكلم على ان الله او اللي بيتنبأ عنه الله الذي سياتي في الجسد كوكب من يعقوب، كوكب. عشان كده الكتاب المقدس لما في سفر الرؤيا اتكلم عن المسيح ان هو كوكب، وفي سفر الرؤيا اصحاح 22:16: انا يسوع ارسلت ملائكي لاشهد لكم بهذه الامور عن الكنائس، انا اصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير، كوكب الصبح المنير. وطبعا يمكن الشيطان بيحاول يغير المفهوم ده ويسمى نفسه ان هو
المنير، لكن هو لا، هو المسيح نفسه هو مصدر النور ومصدر الإضاءة، لأن هو النور معناه هنا القداسة. لكن الشيطان كده يغير نفسه إلى شبه ملاك نور، هو بيحاول يعني يرجع وكأنه ياخد الصورة بتاعته الأولانية، لكن لا يثبت كثيرا. ويمكن في بدعة دلوقتي، طبعا بدعة المنيرين أو المستنيرين أو المتنورين، اللي هي طبعا كلها بدع خارج الكتاب المقدس، بتحاول اللي هي مش هدخل في هذه الموضوعات، لكن بس بأشير إليها أنهم بيحاولوا يعني ياخدوا استمرارتهم من عبادات شيطانية، عبادات شيطانية. فهنا المسيح هو أصل وذرية داود، كوكب الصبح المنير، هو المنير. الآب نفسه قال كده، آب الأنوار، اللي هو الله نور ساكن في النور، تسبحه ملائكة النور، تسبح اللي احنا بنسبحها دايما، الله هو النور، الله بيوين ترمي في أتروني أروميني في نسنية في كوزموس، الله هو النور ساكن في النور، سبح ملائكة النور، النور الحقيقي أشرق من مريم وأليصابات ولدة السابق اللي هو يوحنا المدنية. فهنا بتكلم عن المسيح اللي هو كوكب الصبح المنير. في سفر التكوين، البركة اللي برك بها أبونا يعقوب لأولاده، برك يهوذا في تكوين 49:10، لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خلوع شعوب. بيتكلم على نبوات عن التجسد. وأيضا في سفر المزامير مزمور 45:6 بيتكلم عنه، هو القضيب الخارج من جذع ياسر الذي يقيم العدل لكل المسكون، وأيضا هو ملك يملك إلى الأبد. في أشعياء 11 من عدد 1 وعدد 2 وعدد 3 وعدد 4 بيتكلم برضو على المسيح، ويخرج قضيب من جذع يسى وينبض غصن من أصول، ويحل عليه روح الرب، روح الحكم والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب، ولذاته تكون في مخافة الرب، فلا يقضي بحسب نظر عينيه ولا يحكم بحسب سمع أذنيه، بل يقضي بالعدل للمساكين ويحكم بالإنصاف لبائسي الأرض، ويضرب الأرض بقضيب فمه ويميت المنافق بنفخة شفتيه، ويكون البر منطقة مبنيه والأمانة منطقة حقويه. طبعا دي كلها بتكلم على نبوات عن المسيح اللي هو الله الظاهر في الجسد. في سفر أرميا 10، ليس كهذه نصيب يعقوب لأنه مصور الجميع وأسرائيل قضيب ميراثه، رب الجنود اسمه. وسفر دانيال بيتكلم على المسيح كهو ابن إنسان، يعني واخد طبيعة الإنسان، يعني واخد جسدنا الإنسان، في دانيال 7، كنت أرى في رؤى الليل وإذ مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام، فقربوه قدامه فأعطى سلطانا ومجدا وملكوتا. خلي بالكم هنا، كنت أرى في رؤيا الليل وإذ مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطى سلطانا ومجدا، فأعطي سلطانا ومجدا اللي هو ابن الإنسان ده، قديم الأيام اللي هو بيتكلم على الحقيقة التشبيه ده أو الرؤية دي شاف دانيال، هو شاف الآب والابن في صورة الإلوهية وصورة الناسوتية، يعني أيا كان الرؤية، لكن ما هو المقصود بالرؤية؟ المقصود بالرؤية أن القديم الأيام أن هو طبيعته الإلهية اللي هي منذ الأزل، يعني وأخذ طبيعة إنسانية في الزمان. فمرة تانية رؤية دانيال اللي هي مذكورة في دانيال أصحاح 7، كنت أرى في رؤى الليل وإذ مع سحاب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء القديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطان ومجدا وملكون تتعبد له الشعوب والأمم والألسنة وسلطان سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض. فهنا بتكلم على ابن الإنسان هو المسيح
اللي واخد جسد إنساني، يعني هنا تجسد المسيح أو تجسد الابن يعني، وقربوه إلى وجاء القديم الأيام. فهنا البعض قال إن هو صورة الآب والابن يعني، والبعض الآخر قال إن هو عايز يقول إن المسيح الذي هو قديم منذ القديم اللي هو الله يعني، جاء في الزمان وأخذ جسد إنساني. المهم الجزئية اللي بعد الآية اللي بعديها آية 14، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له الشعوب والأمم والألسنة، سلطان وسلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض. فهنا بيتكلم على إن هذا ابن الإنسان اللي هو واخد جسد إنساني هتعبد له شعوب وله سلطان إلى الأبد. وطبعا لما بيتكلم على إن المسيح كوكب الصبح المنير وإن هو في علامات النجم، طبعا واضح حتى في قصة المجوس في إنجيل متى 2 لما جاء المجوس وقال أين هو المولود ملك اليهود، فإننا رأينا منه في المشرق وأتينا المسجد له. فهنا بالعام بيتكلم على اللي هيجي من سبت يهوذا وهو رب الجنود الأزل الأبدي، تكلم عن الله المتجسد في النبوة الثالثة اللي احنا قرناها معاكم من شوية. فهنا ما ينفيش التجسد الله، لكن ينفي ان الله يكذب او الله مثل الانسان الكذاب زي حد فينا. الكتاب المقدس مليء بنبوات الحياة كتير قوي عن تجسد المسيح. انا هذكر حبة نبوات كده بسرعة. مزمور 2:6، أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. مزمور 2:7، أن أخبر من جهة قضاء الرب قال لي أنت ابني أنا اليوم ولدتك. مزمور 2:8، اسألني فأعطيك الأمم مراسا لك وأقاص الأرض ملكا لك. مزمور 8:6، تسلط على أعمال يديك جعلت كل شيء تحت قدميه. مزمور 110:1-2 بيقول قال الرب لرب اجلس عن يمين حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. يرسل الرب قضيب عزك من صهيون تسلط وسط اعدائك. مزمور 72:17، يكون اسمه الى الدهر قدام الشمس يمتد اسمه وتباركون به كل امم الارض يطوبونه. مزمور 45:6، كرسيك يا الله الى ظهر الدهور قريب استقامه قريب ملكك. مزمور 145:13، ملكك ملك كل الدهور وسلطانك في كل دور فدور. مزمور 146:10، يملك الرب إلى الأبد إلهك يا صهيون إلى دور فدور. أشعياء أصح 6 وأصح 9 وأصح 7 بيتكلم على يعني لسيما أصح 9 من عدد 6 و7، هقرأ لكم النبوتين دول. لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفيه ودع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. لنمو رئاسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها وعدتها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. هنا يعطى يولد لنا ولد ويعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفيه ودع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. دي كلها تنطبق على صفات الله طبعا اللي هو الابن المولود من الآب قبل كل ظهور، جاء ولد من العذراء مريم. في مرة تانية سفر دانيال أصحاح 7، كررها تاني على 13-14، كنت أرى في رؤيا الليل وأسمع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء القديم الأيام فقربوه قدامه، فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا تتعبد له الشعوب والأمم والألسنة، سلطان وسلطان أبدي ما لن يزول ملكوته ما لن ينقرض. فأنا بتكلم على صفات هذا ابن الإنسان. وطبعا الكتاب المقدس بيتكلم عن إن الله في تثنية 13:6 وتثنية 10:20 تثنية 13:4 ويشوع 22:5 بيتكلم عن ربنا إياه تعبد وباسمه تحلف، إياه تعبد وباسمه تحلف. وفي إنجيل معلمنا متى صح 4:10 ولوقا إنجيل معلمنا لوقا 4:8
اللي الرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فهنا بيقول وتعبد له كل الشعوب وكل الأمم، فمقصود بين هنا هو الله الظاهر في الجسد. بيتكلم طبعا الكتاب المقدس في الإنشودة الرائعة اللي جاية في رسالة قدس الرسول الأولى إلى تلميذه تيتوس الأصحاح 3 من عدد 16، عظيم هو سر التقوى الله ظاهر في الجسد. كورنثوس الثانية 5-19، أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه. الله كان في المسيح اللي هو الطبيعة الإلهية في المسيح، المسيح هو من طبيعتين إلهية وإنسانية، كان مصالحا العالم نفسه. طبعا بيتكلم ان له المسيح له سلطان في انجيل معلمنا متى 28-18، فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض وتحت الارض. لان انجيل معلمنا متى 9-6، لان ابن الانسان سلطان على الارض ان يغفر الخطايا، سلطان على الارض ان يغفر الخطايا. إنجيل يوحنا 5:27، وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان، يعني هو سلطان غفران خطايا وسلطان إدانة. في إنجيل يوحنا 17:2، أعطيته سلطان على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته، ده سلطان المسيح الله الظاهر في الجسد. وطبعا هذا الذي أخذ جسد إنساني بيتكلم عن نفسه في إنجيل معلومة متى 19:28، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده، فإن المجد اللي هو عندما يدين العالم، عندما يكمل الخلاص ويرجع إلى 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 السماء، وعندما يأتي في المجيء الثاني يدين الأحياء والأموات ويعطي كل واحد كما يكون عمله. إنجيل معلومة متى 24:30، ويبصرون ابن الإنسان آتا على سحاب بقوة ومجد عظيم. إنجيل معلومة متى 24:31 كمان، ومتى جاء ابن الإنسان في مجده، يعني مجد يعني في إلهيته يعني. في إنجيل معلومة يوحنا 17:5، بالمجد الذي كان لي عندنا قبل كون العالم، فهنا هو صاحب مجد. في أعمال 7:2، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم ونفسه المسيح اللي ظهر في الجسد. في كورنثوس الأولى 2:8 بيتكلم لما صلبوا رب المجد، رب المجد اللي هو المسيح. ملكوته ملكوت سماوي، يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته. إنجيل معلمنا متى 13:41. وتسالونيك الثانية 4:8، ويخلصني لملكوته السماوي المسيح. له السجود والتعبد. أنا تكلمت على صفات المسيح الحية، لكن بس حبيت بس أذكركم ببعض هذه الآيات عشان نتأكد أن المسيح هو ده اللي هو الرؤية اللي شافها دانيال. فيلبي 2:10، لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، كل ركبة تكسو لي، أرادوا أم لم يردوا سوف يسجدون له. فهنا الحقيقة كلام بالعام، تكلم قبل تجسد رب المجد يمكن تقريبا في القرن 15 1400 تقريبا، يعني كان بنو إسرائيل لسه خارجين من أرض مصر، إذا كان الخروج بتاعهم سنة البعض بيعتبر 1450 1490 1400 وشوية كده. فطبعا إذا كان هذا الحدث في سنة 38 من خروج أو سنة 39 من خروج، كانت تقريبا 1400 1400. فبيتكلم على أن الله الذي يسير مع شعبه، وهو رغم أن الرب أعلم له لكنه إنسان اللي هو بالعام نهايته شريرة، أوحى لبلاق أن يعصر الشعب لكي يفارقهم الله. فبالفعل الله حسب وعده كما طلب من الشعب أن لا يخطئ يكون رب معهم فعل، ولكنه لما أخطأ الشعب عاقبهم، وبلاق الشرير فعلا أوقع الشعب في معاصر بإرسال البنات ليغروا الشعب بأن يزنوا معهم، خلفوا وصايا الله. أما هو فلم ينكر إمكانية تجسد الله لكن لشروره هو عقوب. فهنا أنا الله يعني تحمل جزئيتين، الله ليس إنسان فيكذب ولا ابن آدم فيندم، أيقول الله ولا يفعل،
أو يوعد الله ولا يفي، معناها إن هو الله مش هيكذب، فبالتالي هو باركهم. طب إزاي نخليه يعاقبهم لما بعت المعصرة دي ليهم وسقطوا في الخطية؟ ملوك مديان في سفر العدد أصحاح 31-8، ملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم، أوي وراقم وصور وحور ورابع، خمسة ملوك مديان وبالعام بن معور قتلوه بالسيف. طبعا هم هنا النتيجة الطبيعية لإنسان كان سبب في كل هذه البلية اللي حصلت فيهم، إنهم 24,000 ماتوا من بني إسرائيل. فأنا بتلخيص شديد اللي قلته، بلعام لم ينكر تجسد الله، لذلك لا يوجد إنسان مسيحي حقيقي واحد ينكر أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وينكر المسيح أخذ جسد بشري. كل المسيحيين في كل العالم نؤمن بهذا الإيمان، تجسد الله، الله ظهر في الجسد، فيه في المسيح حل كل ملء اللاهوت، لأن كل الصفات الإلهية فيه، رغم أنه إنسان بشري كامل شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية. لكن نبوة بلعام بن بعور لا تنكر التجسد، لكن ترفض صفة الكذب والخيانة اللي هي في البشرية، ترفضها لله المتجسد. استخدم السيد المسيح لقب ابن الإنسان يمكن مرات كثيرة، فوق 80 مرة في العهد الجديد، يؤكد أن هو إنسانيته، وطبعا لاهوته كمان زي ما احنا اتكلمنا في مرات كتير قوي على لاهوت السيد المسيح له كل المجد. ألخص اللي قلته في ثلاث جزئيات. الجزئية الأولى، بلعام ابن بعور أو ابن بسوش حسب البعض ما بينطقه. بلعام هو نبي من أنبياء الأمم، أو هو عراف من العرافين اللي هم كانوا منتشرين في ذلك الوقت. بالعام عندما تكلم وخرج ليال عن بني إسرائيل، تكلم وهو بارك بني إسرائيل، لأن شاف أن الله بيباركهم. بالعام قال أن الله ما بيندمش زي البشر، ما هوش بيكذب زي البشر، لكن حقيقة قال أن هو هيجي في نبوات كده في 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 الوقت، بس مش وقت، هو بالعام سوف يتجسد. وقال ان الله لا يكذب، الله لا ليس مثلنا ان هو يحنس بالوعد او بالوفاء بالوعود اللي هو اعطاها للبشريه. نتيجه هذا بالعام عشان ياخد فلوس كتيره، فأوحى إلى بلاق إن هم يبعتوا ستات زنيات ليسقط الشعب في خطية الزنا، والله قال لهم لا تزنوا، لا تزني، فاكرين وصال العشر، لا تزني، فبالتالي سوف يعاقبهم الله. وفعلا ده اللي حصل في يوم، أول يوم وقع من بني إسرائيل أو سقط في الوباء 23,000، لكن بعد كده فيما بعد ماتوا كمان حوالي 1,000 كمان تانيين، فالإجمالي كان 24,000 وقعوا أو ماتوا من نتيجة الوباء. دي الحقيقة الشكوك اللي حبوا البعض إن هو يتكلموا فيها عن بلعام وعن قصة بلعام، رغم إن هو البعض ما بيعتبرهوش نبي، لكن إذا اعتبرناه حتى كمان نبي فهو في النبوة بتاعته لا ينفي عن الله إن هو سوف يتجسد، لأن هو نفسه تكلم عن تجسد الله، لكن ينفع عن الله ان هو يكذب زينا. واتكلمنا هنا معنى كلمة يندم، ان هو الله كأب حنين لما بيعاقب الانسان، والانسان يرجع عن شره وعن خطيته، فالله كمان لا يكمل معاه العقاب، لا يكمل معاه العقاب. للثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، كل مجد وإكرام وعزة وسلطان وسجود، الآن وكل أوان ودهر الدهور كلها، أمين. أمين. تعال أيها الرب يسوع المسيح. الروح والعروس يقولان تعال، من يسمع فليقل تعال، ومن يأتي فليأخذ ما حياة مجانا. أمين.